مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، اليوم سأشرح لكم طريقة إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني 100%. مرحبا بكم أصدقائي صديقتي على قناتكم أونلاين بروجكت. فيديونا اليوم سيكون فيديو إن شاء الله عن تقديم موقع يساعدنا على إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بشكل مجاني. كما ترون الموقع هو موقع vid.io، وهذه واجهة الموقع، فهي واجهة بسيطة جدا. كما ترون كرييت بروجكت، ريكورد فيديو يمكن تسجيل الفيديو، كرييت افاتار فيديو يمكن نقوم بإنشاء الروبوت أو الافاتار، كرييت كليبس كما ترون بيتا فهو مدفوع، وكل هذه الأدوات على مجانية. كما ترون هذه هي واجهة الموقع، لدينا تومبليت الخاصة بالفيديو أو القوالب كما ترون، نضغط عليها وسنرى القوالب. هنا مجموعة من القوالب، هناك خاصة بالليرنين أو الخاصة بالبريز البرزنتيشن أو الاي افاتارز. كما ترون سأضغط على هذا وسنرى كيف يشتغل. لقد قمت بتوقيف الموسيقى تجنبا لحقوق الطبع والنشر. الآن سأضغط على ستارت إيديتين لتعديل على هذا القالب، وكما ترون يظهر بهذا الشكل كأنه أحد برامج المونتاج أو الإيديتين. يمكننا تغيير أي شيء على هذا يمكننا أيضا اختيار مقياس الفيديو، ويمكن إنشاء فيديوهات للفيسبوك أو اليوتيوب سناب شات أو اليوتيوب شورت أو تيك توك، ويمكنني أيضا تغيير أي شيء في الفيديو. كما ترون عندما أضغط على أي شيء يظهر، ويمكن أن أضغط على ديليت أو إيديت. وهنا على الجانب مجموعة من الأدوات التي يمكنني استعمالها للتعديل على الفيديو. وفي أسفل الشاشة هناك تايم لاين، هنا ميديا، عندما أضغط على ميديا يمكن أن أضيف أي شيء، صور وفيديوهات. الآن أنا أضغط على سوب تايتلز وسأقوم بمسح كل هذه الأشياء لأنني أريد إنشاء بروجيكت جديد. أنا لا يعجبني هذا التمبليت، وسأشرح لكم أيضا كيفية إنشاء فيديو جديد. وهذا الموقع يوفر لنا مجموعة من الأشياء، ويمكننا أيضا التعلم من خلاله الإيديتين أو المونتاج لأنه كأحد برامج المونتاج. وما يميز هذا الموقع أنه يمنحنا ما يقارب 160 دقيقة شهريا بشكل مجاني. كما ترون عندما أضغط هنا على هذا اللاين سأقوم بمسحه، ثم أضغط على ميديا لكي أشرح لكم جميع الأدوات. كما ترون يمكن إضافة أي ميديا، وريكورد تسجيل، براند كيت، تكست تو سبيش أو فويس كلون. كما ترون لدينا مجموعة من الروبوتات أو الأفاتار، هنا يمكن اختيار أي واحد نريد. لدينا مجموعة من النساء والرجال، الشباب وكبار السن، يمكننا اختيار أي شيء أو أحد من هذه الروبوتات. أنا سأختار واحد لكي أشتغل عليه. كما ترون يمكنكم اكتشافهم كلهم هنا. أنا سأضغط على هذا لكي أقوم بالتعديل عليه وأقوم بالاشتغال عليه. الآن هنا سأكتب له السكريبت لكي يقوم بقراءته وتكلم به. سأكتب له مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، اليوم سأشرح لكم طريقة إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بشكل مجاني 100% كما رأيتم في أول الفيديو. وعندما ننتهي من الكتابة سنختار اللغة، طبعا ننتظر أن أقوم بانتهاء من الكتابة. سنختار هنا اللغة، هنا يدعم جميع اللغات بلهجاتها، دعم العربي بجميع اللهجات. أنا سأختار اللهجة المغربية عربيك ماروك، ثم سأضغط على Add to Project. ننتظر إلى أن يقوم ب Generation Avatar. عندما يقوم بالانتهاء سنرى النتيجة بإذن الله، فهي نتيجة احترافية أو فيديو احترافي. سنطالع. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي، اليوم سأشرح لكم طريقة إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني 100%. الآن كما ترون هذه النتيجة. الآن سأشرح لكم طريقة إضافة الموسيقى وتوفر المجموعة من الموسيقى الجيدة لكي نوضعها في الخلفية، لكن لا أنصح بذلك لأنه ممكن يكون عليه حقوق الطبع والنشر. مجموعة من الموسيقى الجيدة، و
ويمكن أيضا إضافة subtitles بطريقة أوتوماتيكية. هنا add automatic egg lights, enable speak detection تكون مدفوعة كما ترون رمز أصفر. هون اللي تبقى لدي 143 مينوت في هذا الشهر. سأضغط على generate, ننتظر أن يقوم بإضافة subtitles. لقد انتهى وكتب لي الشيء الذي كتبته في الأول. كما يمكننا إضافة text أو مجموعة من الكتابات على الفيديو. هنا أيضا إليمنت, يمكن أن أضع أي من الإليمنت أريد. كما ترون هنا مجموعة من الجيفي, هنا مجموعة من الرموز, مجموعة من البراند كما ترون هنا علامة الانستغرام. إذا ضغطت عليها ستضع في التايم لاين أسفل الشاشة. يمكنني أن أزيحها إلى أعلى الفيديو. كما ترون ستظهر على الفيديو الخاص بي. كما ترون يمكن تكبيرها او تصغيرها, انا ساقوم بحذفها. اريد ايضا الريكورد, أن يمكن التسجيل ايضا من هذا الموقع. كما ترون كاميرا, اوديو, سكرين, وسكرين كاميرا, سلايد كاميرا, سلايد. والان ما يهمنا هو اضافة فيديو او صورة كخلفية لهذا الفيديو. انا ساختار هذه الصورة, ساضغط على اوبن وساقوم بتكبيرها لكي تغطي الفيديو بشكل كامل. ثم سنقوم بتحويلها الى خلف الافاتار من التايم لاين اسفل الشاشة. كما ترون ساقوم بتكبيرها لكي تغطي الفيديو كامل من الاول الى الاخير من هنا. ثم ساقوم بجذبها الى اسفل. الان كما ترون تحولت الى خلفية الفيديو, وهذه هي النتيجة. اليوم سأشرح لكم طريقة انشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني 100%. شيء خاص بالميديكال. الان ساقوم باضافة فيديو مكان تلك الصورة لكي كفيديو للخلفية, لان يمكن ايضا اضافة فيديو ليس فقط كصورة. يمكن ان تضيف فيديو وتتحدث عنه مثلا كتعليق. وبالافاتار الخاص بك يمكن ان تختار الشخصية وتشتغل بها دائما في سر القصص, في مجموعة من الافكار يمكن ان تختار. الان ساقوم بتصغير الفيديو لكي يتوافق مع الفيديو, وساقوم بجره الى الاسفل لكي يكون على شكل خلفية. كما ترون الان الفيديو الاثنين, ساقوم بحذف صوت الفيديو الذي قمت بوضعه في الخلفية. مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي, اليوم سأشرح لكم طريقة انشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني 100%. هنا في الوسط وهو بشكل كبير, ساقوم بتصغيره ووضعه في الجانب. ساتي الى هنا بهذا الخط لكي يظهر, ثم اضغط عليه, ثم اضغط على هذا الجانب لكي اقوم بتصغيره ووضعه في الجانب كما ترون بهذا الشكل. الان انا اشرح لكم طريقة انشاء فيديوهات. يمكن انتم يمكنكم استغلال افكاركم كما تريدون لانشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني 100%. الان انتهينا وسنقوم ب مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي, اليوم سأشرح لكم طريقة انشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني 100%. ونضغط على export video عندما ننتهي من الايديتين. ننتظر الى ان يتم export الفيديو. كما سترون ان شاء الله يتم export video معنا بالعلامة المائية, لكن ساشرح لكم طريقة اخفاء تلك العلامة المائية. كما ترون هذه النتيجة. مرحبا بكم اصدقائي صديقاتي, اليوم سأشرح لكم طريقة انشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني 100%. نضغط الفيديو من الجانب هنا بضغط على هذا الزر داونلود, نختار الام بي 4 او الام بي 4, ننتظر ان يقوم بالتحميل. سأسرع الفيديو قليلا لكي ينتهي التحميل. كما ترون قد التحميل, ثم سنضغط الى موقع كانفا. لمن لا يعرف موقع كانفا, فهو موقع كانفا يمكنك ايضا من انشاء فيديوهات والتعديل على الصور وانشاء لوجوات وجميع الديزاين. سنضغط على يوتيوب فيديو هنا, ننتظر ان تنبثق هذه الصفحة, ثم سنقوم بجر هذا الفيديو الى هنا. كما ترون
ننتظر قليلا، الآن لدينا الفيديو على مرحبا موقع بكم هاوي. يمكن أصدقائي التسجيل عليه، صديقاتي سأضمن اليوم لك سأشرح لكم حجمه طريقة لكي تلحق إنشاء الحجم فيديوهات وتوقف مع بالذكاء هاوي الاصطناعي يوتيوب. وبشكل مجاني 100%. الآن لا، أنا لا أزيل هذه العلامة المائية، لكن سأقوم بإخفائها بلوجو قناتي. يمكن أيضا وضع لوجو قناتك. أنا الآن هنا أشرح لكم، فقط سأضع هذه الساعة أو صورة هذه الساعة فقط على لوجو الموقع أو على العلامة المائية، والآن ستختفي مباشرة ولن تبقى هناك أي علامة مائية. لما تبقى لدينا هو وضع لوجو قناة الخاص بنا على الفيديو لكي يكون بعلامة مائية، لكي يكون فيديو خاص بنا. مرحبا بكم أصدقائي الآن صديقاتي سأضغط اليوم. على لوجو القناة، أقوم بتصغيره وأضعه هنا بالأسفل. يمكنك وضعه في أي مكان تريد. الآن سأضغط على شير ثم داونلود، قم بالتحميل ثم نضع على داونلود، وعندما يتم التحميل ترون هذه النتيجة. وقد قمتم بإنشاء مرحبا بكم فيديو أصدقائي بالذكاء صديقاتي اليوم الاصطناعي سأشرح لكم بشكل طريقة إنشاء مجاني فيديوهات بالذكاء وبأسهل الاصطناعي وبشكل مجاني الطرق 100%. الممكنة. لمن لم يشترك في القناة فليشترك فضلا وليس أمرا، وقوموا بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم ومع من تعرفون، ولا تبخل أن بإعجاب الفيديو إذا أعجبكم طبعا. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. دمتم سالمين.